تحياتي. اليوم احنا موجودين في قرية عامري بأهلها، قرية الريني، قرية الريني اللي موجودة في قلب كل شخص منا. تعالوا نعمل جولة في الريني ونجول في البلد، البلد الحلوة العامري بأهلها. أستاذ أبو باسل، جميل بصول، رئيس مجلس الريني، العلاقة قديمة وصداقة، وأنا أعتز بك كرئيس مجلس محلي لبلدة الريني، لأني أنا بعرف هاي البلد كيف أخذت مكانتها بالصدارة في الوسط العربي في البلاد. حكينا عن الريني. اهلا وسهلا فيكم علي اخ سعيد، اللي هي في قلب كل شخص من اهل البلاد. إيه الله، اول شيء بدي اقول لك شغله واحده افتحيك، الله يجبر خاطرك على الكلام الحلو. الله يخليك. طلع انا رئيس مجلس من سنه 2019، بدايه 2019 انتخبت ب 30/10/2018، استلمت شهر 11/2018، يعني كل بنات 2019. أنا بدي أحكي لك شغلة هيك خلي السامعين يحكوا. كنت في مرة ب 2015/16 في رام الله مع العيال، الريني موجودة تحت أنقصها كثير شغلات، فأنا بنزل من السيارة بمسك تلفوني في مدخل بلدية البيري في كوس، صح مدخل صورته، فبتحكي لي البنت بتقول لي يابا شوفي، بقول يابا حلم حياتي أنا أساوي مدخل وهوية للبلد، انا يابا بدي اصير رئيس وبدي اول مشروع اساوي هاي الشغله. لما انا انتخبت رئيس لقيت كثير صعوبات بدناش نحكي عليها، فندناها، قطعنا شوط 70-80%، فكفكناها عشان نبلش لرفاهيه المواطن. انت ما بدك تعمل بس بنى تحتيه، كمان المواطن لازم يدفع الارنونه، يكون له مردود الضريبه المفروض، رفاهيه المواطن لازم تكون في كل بلد. شوف اشي حلو عم بتغير. فاجينا اول شغله عملنا احنا بالشارع الرئيسي، في ناس هيك كانت شو بيساووا المجلس، قصقصنا شجر، زبطنا، زرعنا نخل، زينا النخل بضيات، اعطينا هويه جديده للريني. فاللي بدخل على ريني بشوفها بالنهار كيف، وبالليل كمان بالضيات تاعيته. جينا على المشروع الثاني الكواس، الحلم صار حقيقة وعملناه وأعطى، صارت ريني لها هوية. جميل، أنا بشوف لما أنت بتيجي 7/5/4 للبيش بقص ريني لنصين، 7/5/4 مش بس لأهل ريني، بمرق منه يمكن آلاف يوميا، مئات الآلاف بالشهر، بمرق منه مئات الآلاف. فهاي المدخل الرئيسي تبع الريني اللي بحلته جديدي كمان مش بس لأهل الريني، يعني بالصدفة كان عندي يزيد دهامش تحكينا كنت بدون انت مكفر كنا نتوبك ومبسوطة انت تدفع تيكت بسبيل الدعابة يعني. بلشنا كمان على اطراف الطريق نعمل الجناين وشغلة أزمة السير كيف بدنا نحلها. أزمة السير في عندنا شوارع الخدمة اللي موجودات بالريني، فحصلنا على ميزانية من وزارة المواصلات إن شوارع الخدمة تكون تتضبط من جديد وتكون في اتجاه واحد، اللي بيجي مثلا من تل المشهد يفوت على شارع الخدمة اللي على يمينه، ممنوع يطلع اللي بده يطلع من غير ما يطلع، يكون حد ستري مخفف اتجاه واحد. وبلشنا في المشروع احنا بعده مش مكتمل، عملنا صرنا 3 مقاطع منه،
بعد عندنا كمان 3 مقاطع. العين بالدعم النافوره. العين اللي كان كل اهل البلد بدنا نحكي اجتمعوا فيها. ايوه هون العين كل اهل البلد اجتمع البلد فيه. بكل طوائفها الحلوه سقاط المواشي لسلوكا لكل الطوائف كان هنا. حضاره تيفيني كانت موجود لك وقصص البلد قصص البلد كانت موجوده واللي بده يتجوز كان يجي على هذا تعمر مجلس تيفيني المحلي طبعا. فخفت جينا على منطقه العين احيينا العين القديم كانت مثل هيك خش صغيري وعملنا مشروع هون مثل تيالة ميني تيالة بتاعتها نحكي مكان السياحة المجلس لقدام شوي. وكمان كانت أنا صممت إنه هذا المبنى بدي نحكي شي عيد ترميمه عيد ترميمه زبطناه وسويناه. بدنا نحكي هون كانت البلد عايشة على العين بس هذا كمان كان لا يكفي. في مركز البلد كنا كمان بدنا نقول البلد عيني ام المياه ام العيون. بدنا نعمل نافوره المي ام العيون بدنا نعمل نافوره المي. عملنا نافوره بشكل عصري في 13 منظر بيطلع فيها بقلب الارض في غرفه موجوده جميل 3x6 في داخل الارض فيها المضخات والماكينات 17 مضخه موجود في قلب الارض داخلها تشتغل على نظام محاسب محاشيف كمبيوتر فأنت تتحكم فيها كيف تت المنظر كيف يطلع الضي كيف كذا كيف كذا. وأخذت إشي رونق مليح. الريني أكثر بلد نسبة شوارع فيها بالوسط العربي. حلو. البلد الجديدة والبلد القديمة تحت نحكي على البلد الجديد اللي فوق. إذا بتطلع أنت كل مربع أو مستطيل محاط فيه 7-8 بيوت حواليهن شوارع. أنا طلعت فتت على عروض طلعت في عندي حالة خاصة حافة الطريق اللي هي نحكيها مدرخة. اليوم كمان بالريني لازم نساوي من جديد. حلو. بس في شغلات اللي بسمعني إنه مش راحين نقدر نسويها من عرض الشارع اللي استاتوري بتقدرش المحدود ضيق محدود المحدود. كمان بدنا امن طالبنا اللي بيصل على المدرسه وامن اياتها واحد كمان طبعا اولادنا اولادنا غير تغيرت تقدمت. وهذا بالاضافه المدارس الموجوده اللي هون والحاله الثقافيه اللي موجوده بالريني. انا احد الاشخاص اللي بشهد على الحاله الثقافيه اللي موجوده في البلد وهي البلد عامري انه فيها حاله ثقافيه مختلفه. طبعا الحمد لله فإحنا حاطين نصب علينا كمان بكل الجوانب. إذا دقيش أنت كسلطة محلية بس تعمل بنى تحتية وتبني بدون ما تبني الإنسان وتعمل الثقافة وتجدد الناس مع بعض أي حدث ثقافي أنت شوف قديش يعني الحدث الأخير في إضاءة الشجرة أو في إضاءة الفانوس اللي بيجينا بشهر 3 مع حل الجديد تاعيت الفانوس اللي بيجمع كل أهالي البلد. شوف كيف اجتمعت البلد كلها على طبق واحد. عم بصير إشي تغيير. اليوم صارت البلد واحدة. حتى انا ابن فلان ولا هو ابن فلان اليوم البلد لاهلها. جميل. لجميع مواطنيها. الريني اليوم صارت للجميع. على اليوم يحدث فيش تفرقه بين فلان وفلان او بين طائفه وطائفه. فيش اليوم البلد وحده. جميل. البلد هيك متماسكه. عم في بعض مونا وغاد هاي لا تخلو هاي الشغلات. طبعا. الشوائب موجوده. الشوائب موجوده دائما في كل بلد في شوائب بس عندنا الحمد لله رب العالمين لما بصير اي حدث اهل الريني كلهم بيفضوا بكل طوائفها بكل عائلاتها بيفضوا يوقفوا. هذا ميزه خاصه بالريني. الريني طيبه ومليحه واهلها طياب. الاسم في عده روايات في اكثر من روايه لاسم الريني. الاغلب انه ماخوذ من كلمه راني القريه الرومانيه راني اللي هي كانت تشتهر بكثره الرانات رانات الماء. الران الران ران الماء. ايوه الران اللي هو المكان اللي كانت تصب فيه عين الماء. فالقريه الرومانيه راني كانت موجوده على سفح الجبل جبل سيخ اللي خلفنا جبل سيخ فوق اللي فوق. موجود عليه هناك كانت القرية الرومانية راني كان اسمها راني. وهناك في آثار عديدة
آثار رومانية اللي بتدل على إنه مكان القرية الرومانية هي موجودة في هاي المنطقة اللي هي على طريق درب السوق. درب السوق اللي كان يصل من خان التجار عند جبل طابور حتى ميناء عكا، فكانت تمر الطريق من القرية اللي تقع على سفوح جبل السيخ. وهناك في كثير من الرانات، وفي كثير من معاصر العنب والمعاصر النبيذ، وكان يصنع النبيذ. وأصلا كلمة الرينة بالمفهوم الكنعاني كان معناتها الخمرة، يعني كان يعصر العنب ويصنع منه الخمر. أراضي خصبة اللي كان يصنع العنب. أراضي خصبة، أراضي رغم أنها وعرية ولكن مليئة بالينابيع وبالماء وبالمزروعات المثمرة، خاصة كروم العنب والمشمش والزيتون. والزيتون يعتبر من أجود أنواع الزيتون في فلسطين. هذا الريني. الريني من أجود أنواع الزيتون، لأنه الأرض أرض الريني هي أرض بتضل خصبة ورطبة طول السنة بسبب كثرة الينابيع. يعني في حوالي 39 عين ماء. 39 عين ماء موجود في الريني. لذلك يعني كل ينابيع الماء اللي موجودة في الريني كلها تصب في قناتين بوصلوا في قناة واحدة عند الجسر ورانا خلفنا، وتوصل للقسط الماء صفوري. يعني ماء صفوري كان يصل من الريني. يعني عمليا الريني موجودة في الوسط. عندنا كفر كنا، عندنا الناصري، عندنا عين ماهل، عندنا صفوري والمشهد طبعا. في عند الجامع هون في عند الجامع هذا الجامع القديم. هذا الجامع القديم هسه شرقي الجامع، بين الجامع وبين الكنيسة، كنيسة الروم اللي كانت بجانب الجامع. دائما في كل بلادنا الكنيسة والجامع بجانب بعض. هاي المحبة، هاي التعايش اللي كان اللي بيميز أهل الريني، التعايش والمحبة والسلام بين كل المواطنين. ما في فرق بين إسلام ومسيحية، ما كان في فرق. لذلك هاي المنطقة كانت من الناحية الغربية سكان مسلمين، من الناحية الشرقية سكان مسيحيين، وحتى الجنوبية سكان مسيحيين. يعني هاي الحارة قبل الهزة، قبل هزة 1927 كانت كلها اللي ضربت المنطقة كلها طبرية والمنطقة اللي كانت عائلات إسلامية وعائلات مسيحية بجنب بعض. الري كانت مقسومة لقسمين، الحارة الغربية والحارة الشرقية. الحارة الغربية من الناحية الشمالية سكان مسلمين، ومن الناحية الجنوبية سكان مسيحيين. والحارة الشرقية من الناحية الشمالية سكان مسلمين، ومن الناحية الجنوبية سكان مسيحيين. مع بعض كلهم عايشين في إطار. والأعياد مع بعض. والأعياد مع بعض، والمعايدات مع بعض، والمناسبات كلها كانوا مع بعض. وبعد أهلنا هيك. بعد ما زالت لليوم. يعني في كل بلد وبلد. اليوم الرين بتتميز بالهدوء والتسامح والمحبة واستيعاب كل ضيف بيحاول يجي يسكن بالريني. السبب يعني سبب هجرة، الهجرة الخارجية للريني، اللي هي المحبة اللي موجودة داخل قرية الرين، اللي بتحتضن وبتستوعب كل إنسان بيحاول إنه يجي يسكن بالرين. لكن مش طبيعي إن اليوم حسب إحصائيات عدد السكان إنه أكثر من 50% من سكان الريني هم من خارج الريني. استوعبوا منين؟ استوعبوا من صفوري، من الناصري، من علوط، من المشهد، من كفر كنا. في حتى من خارج الريني، من شفاعمر كمان في سكان كانوا يجوا. ففي كثير من القرى والمدن العربية اللي كانوا يجوا يستثمروا ويسكنوا بالريني. اولا انه بالنسبة لسعر الاراضي، سعر الاراضي كان رخيص بالريني بموازاة مع اراضي واسعة كان في الريني، وكان عنده اراضي واسعة وكان عنده مساحات شاسعة. يعني انا بحكي لك قبل 46 كان في عنده 28000 دلم الريني اللي كانت اراضي من الغنم على حدود ندور، من الغنم جنب جبل الطور، جبل على سفح جبل الطور القبلي. هاي كانت تابعة للرين. الريني تقع ما بين عمليا الناصرة جنوب، كفر كنا والمشهد شمالا. نعم. الريني في الوسط. هذا الشارع حكيت لي عنه، هذا الشارع له أهمية كبرى. طبعا هنا في شارعين. هذا الشارع اللي أقبلنا، وين الجامع؟ الجامع الجميل. هذا الجامع الجميل اللي هو جامع الشيخ قاسم عبد الغني الخطيب. أين هذا جامع الشيخ قاسم عبد الغني الخطيب؟ هو جامع جديد، يعني تأسس بال 2017 بداية تأسيسه، افتتاحه قبل سنة كان.
وصاحب هذا الجامع اللي هو كان من الشخصيات الدينية المهمة في البلد، تبرع حوالي 150 درهم للوقف الإسلامي في الريدي. هذا الشارع اللي كان يسمى درب الناصر من زمن سيدنا المسيح عليه السلام، من الطريق اللي كان يسلكها سيدنا المسيح عليه السلام من الناصري يجي على الريني، يسلك هاي الطريق لدرب الناصري. اي نعم. بجانب الشيخ قاسم يجي على الجامع القديم، هنا كان في كنيسة للروم الأرثوذكس بجانب الجامع. بجانب الجامع القديم، وكان يميل على العين، يشرب من العين ويكمل على كفر عين كنة. مقدسة. عين مقدسة بالنسبة للمسيحيين، عين مقدسة كان. الريني مع كل هذا التاريخ الحافل التاريخ الجميل، تم توثيق للريني في شي كتاب؟ قبل 2007 ما كانش في توثيق. احنا الفكرة اللي كانت كتابة تاريخ الريني بسنوات 2000 بسنة هذا التاريخ الحافل، بداية الفكرة كانت لكتابة تاريخ الريني بسنة 2000. بسنة 2000 كنت قاعد بحضر عن مقال عن الناصر في القرن 18 في فترة ظهر العمر الزيدان، فبقرأ بكتاب القس إسعد منصور تاريخ الناصري لعل أرى يعني أشوف إشي مكتوب عن تاريخ الريني، وإلا مكتوب سطر سطرين بالكتاب كلياته، مكتوب على الرغم من أن الريني تقع إلى الشمال من مدينة الناصرة إلا أننا لا نعرف عن تاريخها شيء. فهاي الجملة بلشت حركت إشي بداخلك، حركت إشي بداخلي إنه لا يمكن، لا يعقل كمدينة تاريخية أثرية قديمة ما يكونش إلها تاريخ. عرضت الفكرة في البداية على الدكتور جون منصور، لأنه إحنا اشتركنا في إخراج هذا الكتاب، فشجع وقال أنا مستعد أني أبحث معك عن تاريخ الريني. وبلشنا من 2000، واستغرق البحث بحدود 7 سنوات تطلع هذا الكتاب. في البداية يعني حتى سكان الريني ما تقبلوا أن يكون في تاريخ للريني، وأول مقابلة أجيت أعملها مع محمد سعيد عبد الحليم، حياة الحد أبو عاطف الله يرحمه. أيوة. الحد المشهور. الحد المشهور أبو عاطف، والحد الحطيني والرناوية. الرناوية طبعا. الرناوي طبعا، الأخوة الرناوي هذا معروف. أنا الحد فهو كان موسوعة طبعا، مش عن أيوة. الريني، ولكن عن فلسطين بشكل عام كان. فتوجهت له، أول جملة قال لي إياها، قال لي يا ابني شو بدك بهالبلشة؟ هاي بلد ما إلها تاريخ. قلت له لا يمكن يعني بلد ما يكون إلها تاريخ، فيها آثار، فيها ناس، فيها حركة سكانية مستمرة. فبلشنا نعمل معه مقابلة، يعني كنت أستفزه بالمقابلات حتى يقدر يحكم، وبلش يعني وطلع. وعملنا معه مقابلات عديدة يعني. الرناوي ففعلا عنده كم هائل من المعلومات وبلش يطلع. احنا نذكره بالأعراس الرناوي. طبعا. لا بس هو كمان كتاريخ المنطقة ككل حفظها. عنده ذاكرة قوية رهيبة. جميل. ذاكرة رهيبة. فبعد ما انتهينا من نشر الكتاب أخذت نسخة ورحت أول واحد بهدي نسخة من الكتاب. عند الرناوي. ولا بقول لي انت جدع زي سيدك، انا فكرتك انك راح تيأس وراح ما تكمل بهاي الطريق، بس الريني في لها تاريخ وفي لها تاريخ عريق وفي لها سكانها، واحنا يعني كان هو بحضروا الكتاب عن الريني. جميل. بس تبين انه بالاخر الكتاب كان عن حياه توفيق الرناوي اللي هو ابو الامين اخو. ما كان عن الريني. عن حياه ابو الامين الله يرحمه. ما كان عن الريني بشكل عام، اما ككتاب قبل هذا. ويستحق. طبعا ابو الامين. طبعا اكيد. تاريخ تاريخ الشعب الموروث الشعبي الجميل. اي منطقه بتروحها ما بذكروا لها غير الرناوي، ما بذكروا ابو الامين الريني، هذا شيء معروف. النهضة العمرانية معروف أنه العصر ظهر العمر هو العصر الذهبي لفلسطين.
هذا معروف عنه ما في شك فيه. وقتل في 1779 1775 قتل على يد القائد الجيش تاعه يعني احمد الدين كزلي دينغزلي المغربي اللي قتله باتفاق مع الدوله العثمانيه مع حسن قفطان باشا اللي اجى منه. بالضبط. انا لعبت في مسرحيه دور حسن قفطان باشا. حسن باشا الجزائري حسن قفطان باشا اللي اجى من تركيا واغرد دينغزلي في الاموال عشان يقتل. صح صح. وقتل ابراهيم الصباغ اللي هو وزير ظهر العمر اللي كان وزير الماليه عنده قتله حتى يقدر يعرف مصير الاموال اللي كانت بحوزه ظهر العمر وانقتلوا ما افشى عن السر والاموال اودعها بالنصر يعني 80 صندوق مليء بالذهب موجوده في النصر لليوم. الله اعلم. الله احنا هذا اللي بنعرفه يعني. اللي بنعرف. انا اللي اروح ادور لي هيك على شيء محلي. في ناس دوروا طلعوا في ناس دوروا طلعوا اخي حسين والله لا يمل. تسلم تسلم. يعني الحديث معك في له متعه وانا مستعد اضل عقبالك ساعات كامله. الف شكر لك. تسلم. شكرا. يعطيك الف عافيه. شكرا جزيلا. وانا بعرف الريني هذا الحضن الدافئ اللي احتضنت مش بس من البلاد الثانية أيضا من القرى المهجرة اللي تم تهجيرها في العام 48. شكرا جزيلا. محبتي. شكرا شكرا, شكرا. يعطيك العافية. وهيك بننهي جولتنا اليوم في قرية الريني. قرية الريني العامري بأهلها وإلى اللقاء في مكان آخر في الوطن.